قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن القمة العربية الصينية شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين، مؤكدا أن التعاون مع الصين من شأنه أن يعالج الكثير من التحديات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وذلك في ختام القمة العربية الصينية المنعقدة في الرياض. حرصت المملكة على عقد هذه القمم لإيمانها بأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة كجمهورية الصين الشعبية لخدمة أهداف دولنا وحماية مصالحها. تعد هذه القمم نقطة انطلاقة جديدة للشراكة بين دولنا وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق التنمية المشتركة ودفعة قوية لتعزيز علاقات الصداقة الراسخة التي تربط دول المنطقة بجمهورية الصين الشعبية.